إذا إنسان به مرض به سحر به شيء يقرأ على نفسه هو الفاتحة. الفاتحة رقية يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أني سفبت نارم فمنال محمد صلى الله عليه وسلم من هكسيك في الإسلام زو زاني وده زو مسرح محرار سيكا فاتا سيكا نبارن ديامانا تطير كسيكا من هكران تم فمنال محمد صلى الله عليه وسلم وي ما ماك زان لسورة الفاتحين زاني أم فول سيكا فاكي أم فاتا سيكا. كلنا نحفظ الحمد لله سورة الفاتحة. يا بياب نبارن فار إكزامبل سيكا يا بياب ما هي تشنجيرني الحمد لله رب العالمين. تقرأ على نفسك الفاتحة. فاكينو زان نبارن سورة الفاتحة. لكن لا نفتح المجال للناس يقول أنا راقي الناس يأتوني، هذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكوزا زانة زيزافة زيزان سويتنا نبارني وحنوف نوكرا زانة في بلسيتي زانة في بلسيتي زانة إيها في تابولو دي إيها ميز زارو منو في بلسيتي تينا وزيولو راها دفا بابي أمقلتي يقرأ على نفسه. كان في الإسلام زاد بينار نولسرايك رايك زانة باها نوان زاي فما كنا قرآن زاي أم بعثنا فوزان يا فكما نوان. أو مثلا والده والدته مثلا يقرأ على الفاتحة. ناوي بار اكزامبل مشام لا فامي ويتاتان زاي نمارن يا عنك ناو بعد ناو نا بابا نو نا ماما نو دي عزنو توكو زان ماما قرآن آمن زان با الله سبحانه وتعالى هنسيتنا عزي ويبرأ بإذن الله. إن شاء الله تعالى ذلك ما كنا سورة الفاتحة يسدي الله نسيت الناس إن شاء الله. نعم.